أكيد سمر، وصلنا لمحطتنا الأخيرة لليوم اللي رح نتطرق فيها لمساحة قانونية نتعرف من خلالها على إذاعة البحث، ما هي ومن الذي يصدرها بين القوانين والتطبيق وغيرها من الإجراءات والأسئلة اللي أكيد رح تجاوبنا عليها المحامية هيفرون الخوجي. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك هيفرون، كيفك اليوم؟ تمام. بالبداية بدنا نعرف ما المقصود بمصطلح إذاعة البحث، ومين الجهة التي يتم إصدارها من الناحية القانونية؟ أهم شيء نعرف أنه إذاعة البحث هي ما لها مذكرة قضائية، هي بتصدرها الشرطة يعني للقبض على المجرمين المتوارين على الأنظار، بس لها شروط أنه هي محددة ب 24 ساعة، ولازم تكون بس بحالة الجرم المشهود. يعني هو وقت يكون في جرم مشهود تصدر إذاعة البحث لإلقاء القبض على المجرمين المتوارين عن الأنظار أو الفارين. طب اللي بده يسمعك بده يقول شو هو الجرم المشهود؟ الجرم المشهود هو الجرم الذي يشاهد حال حصوله. يعني مثلا نحن شفنا أي حدا عم يرتكب أي جريمة، شفناه هلأ عم يقوم بالسرقة، أو الجرم الذي يشاهد حال الانتهاء من حدوثه. هون فينا نعطي مثال كثير بنشوفه، مثل حدا مثلا ضرب حدا بالسيارة وهرب. هون فينا ندعي يا رقم السيارة، إذا نحن ما بنعرف من الشخص عن نمرة تبعه، هون بتصدر إذاعة البحث بحق مالك السيارة. أو فينا ندعي على الشخص، إذا نحن بنعرف من هو، هون بتصدر إذاعة البحث بحقه. نعم، يعني استاذ شو السبب اليوم انه 24 ساعة لحتى تصدر بطاقة البحث خلينا نقول إذاعة البحث خلينا نقول، شو السبب لحتى اخترنا نحن 24 ساعة؟ إذاعة البحث هي استثناء عن القاعدة العامة، القاعدة العامة بالدستور السوري هي انه ما بيصير يعني الحرية حق مقدس، نحن ما بيصير نصدر إذاعة بحث لإلقاء قبض على حدا أكثر من 24 ساعة إذا ما كان في جرم مشهود، حتى في حالة الجرم المشهود، يعني هي استثناء عن قاعدة عامة، مشان هيك تحددت ب 24 ساعة، مشان يكون لها ضوابط. بالنسبة للتعميم اللي صار لإذاعة البحث، كيف فينا نعالج إذاعات البحث القديمة؟ إذاعات البحث القديمة تشكلت لها لجنة من 3 قضاة بكل عدلية بأمر من وزارة العدل. هي اللجنة اللي من 3 قضاة مهمتها بتنعرض عليها إذاعات البحث القديمة. أول شيء إذاعات بحث اللي صادرة بسبب مخالفات هي بتلغى من دون ما تنعرض على اللجنة، يعني ما عاد في حدا يذاع البحث عنه بسبب مخالفة. أما إذاعات البحث اللي بسبب جرائم، يعني مثلا جنايات أو جناح، هي بتنعرض على هاللجنة، وهي اللجنة بالقضاة بتقرر استمرارها لأكثر من 24 ساعة أو كف البحث. أكثر اليوم الجرائم مختلفة ومتعددة، من جرم ممكن نقول سير مثلا لجرم كتير كبير، فخلينا نحكي اليوم بتختلف إذاعة البحث بين جرم وآخر، أو هو طريقة التعامل وعو وحدة؟ لا أبدا، هي إذاعة البحث نحن وقت نروح على الشرطة نحط نفتح ضبط مثل ما بيقولوا، هون فينا هون يذاع البحث عن شخص. نعم. هلا انت عم تسالي عن اختلاف الجرائم، هي بترجع للقضاء، إذاعة البحث وحده على الكل. يعني نحن على اي جريمه على جرم مشهود لازم نحن نتذكر انه هو جرم مشهود، لازم شرط ليكون في إذاعة بحث، جرم غير مشهود ما في إذاعة بحث، شو من كان الجرم، ان كان سير ان كان سرقه ان كان قتل. هيبرون كثير بنسمع انه في عالم مطلوبين، طيب كل المطلوبين مذاع البحث عنهم ولا لا؟ اكيد مو كل المطلوبين مذاع البحث عنهم، رغم انه غالبيه المطلوبين مذاع البحث عنهم. في منهم مثلا عليهم نشرات شرطيه، في عندنا مذكرات احضار على الغياب، توقيف على الغياب، مذكرات قبض ونقل، او في منهم عليهم مراجعه من دون توقيف. نعم، في حال تم إيجاد الشخص اللي تم رفع بحقه إذاعة بحث، شو هي الإجراءات اللي ممكن يتبعها بعد ما يمكن يخضع للقضاء أو إلى آخره؟ هل هو فعلا في إجراءات كمان لوقف البحث لحتى يرجع لحياته الطبيعية؟ أعطيك مثال مشان يكون سهل. هلأ نحن قبل ما يصدر التعميم يلي هو حل مشكلة إذاعة البحث، كانت إذاعات البحث فينا نقول بلا ضوابط. نعم. يعني أي حدا بيذكر اسم أي شخص بضبط بيكون ما معه عنوانه مثلا، حتى ما في جرم مشهود يذاع البحث عنه، بيصير أكثر من 24 ساعة. مثلا في واحد كان مسافر، هي قصة يعني واقعية، في واحد كان مسافر هو وراجع على الشام من على الحدود،
تحول لقسم شرطة دمشق، طلع مداعى البحث عنه بحلب مع أنه هو بحياته ما زار حلب، انتقل لقسم شرطة حلب. كل هاد أخذ معه 10-15 يوم لبين ما تبين أنه هو ما دخله ونكف البحث عنه. أما في حالة أنه يكون هو عن جد، يعني هون فينا نقول شخص بريء، في أما في حالة يكون عن جد الشخص هو مثلا فينا نقول جاني، فبيتحول على القضاء. هنيك القضاء أول شيء بقرر كف البحث عنه لأنه هو مسك، يعني كف البحث مو بيصدر بس بحال الأبرياء، بحال مسك الشخص يصدر بحقه كف بحث، خلص مسك ما عاد بدنا نذيع البحث عنه. نعم. المحامي هفران الخوش، كثير بدنا نتشكر وجودك معنا لليوم واجابتك على كثير من الاسئله والاستفسارات، شكرا لك. اهلا وسهلا. اكيد بنتشكرك كثير هفران على وجودك معنا وعلى المعلومات والتوضيح المهم لاذاعه البحث.